السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر جمال الجبري. أهلا وسهلا بكم. هنتواصل مع بعض النهاردة في الوحدة الأولى في علم الاجتماع. إحنا خدنا ثلاث موضوعات في علم الاجتماع، تعرفنا عليها مناهج البحث في علم الاجتماع، تعريف علم الاجتماع، مؤسسي علم الاجتماع. تعال نتعرف النهاردة على موضوع آخر، وهو الموضوع الرابع في الوحدة الأولى، وهي فروع علم الاجتماع. علم الاجتماع النهاردة زي ما هو واضح بيغطي كل جوانب الحياة، بيتناول أجزاء كتيرة قوي في المجتمع بشكل مكثف. يعني مش علم اجتماع وخلاص، لا، ده علم اجتماع مرتبط بحاجة. فمثلا النهاردة هناخد علم الاجتماع الريفي اللي هو بيدرس أو بيهتم بأنماط التغير في المجتمع، بيهتم بالمشكلات اللي في المجتمع الريفي، بيهتم بالمؤسسات الاجتماعية في المجتمع الريفي ومشكلاته، بنتعرف عليه من خلال علم الاجتماع الريفي. المشكلات كمان اللي هي مرتبطة ما بين أو يعني بتقارن ما بين المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية. يعني مثلا من ضمن المشكلات اللي في المجتمع الريفي إن الريفي عايز يبني في أرضه الزراعية، عايز يبني مسكن لأولاده، الكلام ده، لكن هيواجه بقوانين مدنية بتقول له ممنوع إن احنا نبني في الأراضي الزراعية. طب هيقول ما هو الحضري مثلا عنده أرض في المدينة وبيبني عليها بحريته دور واثنين وثلاثة، فبنقول له والله دي أرض زراعية. ده العلم الاجتماعي الريفي بقى بنوضح من خلاله هذه المشكلات وكيفية التغلب عليها، لأن احنا كمان محتاجين الأرض الزراعية وعدم البناء عليها عشان ما تنحصرش ونضطر لمشاكل غذائية. كمان من ضمن المشكلات اللي هي بندرسها في المجتمع الريفي ازاي المجتمع الريفي تطور وتغير، وهل التغير ده يعني حاجة بسيطة ولا حاجة معقدة. يعني مثلا كان الريفي زمان بيبني الفرن بتاعه من بعض المواد وبيستخدم الفرن وبينتج عيش بالنسبة له وبيخبز كل الأطعمة من خلال هذا الفرن. النهاردة التكنولوجيا اللي بدأ يتأثر بيها خلته يشتري البوتاجاز بدل الفرن. ها، طب وده له أثر في المجتمع؟ طبعا كده الأثر الريفي بدأ يندثر، بدأت الريف يخش فيه جزء من المدنية، فبما فيها بقى من بعض المشكلات الناتجة عن تأثرهم بالتكنولوجيا والحضر. طيب عندي كمان علم الاجتماع الحضري اللي بيهتم بالمشكلات اللي موجودة في المجتمع الحضري، وازاي ان التمدن والتقدم والتطور والتكنولوجيا في المجتمع الحضري نتج عنها كثير من المشكلات اللي احنا بنسميها مشكلات الحضر او المشكلات المدينة او المدنية. عندي مشكلات المدينة ابسطها زيادة السكان. طب وزيادة السكان دي ادت الى زيادة البطالة، كمان الهجرة من الريف الى المدينة، طب ده أدى إلى زيادة السكان وأدى إلى زيادة نسبة البطالة، والبطالة بما يليها بقى من مشكلات. هنلاقي مشاكل الانحراف زادت في المجتمع الحضري، هنلاقي مشكلات الجريمة زادت، التلوث بكل أنواعه سواء بصري سواء ضوضاء، يعني التلوث بكل مشتملاته. هنلاقي مشاكل كتير نتجت في المجتمع الحضري نتيجة التمدن والتكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها، لكن ده برضو ادى الى وجود او مشاركة مؤسسات المجتمع المدني اللي احنا بنقول عليها النهاردة مؤسسات التطوعية، جمعية رسالة، دار الأرمان، وغيرها من المؤسسات المجتمع المدني. يعني ما هو يعني اللي هو أكدوا على إن الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة في الزحمة وفي العاصمة دي كلها أو المدن دي كلها، فبدأ بعض المؤسسات متطوعين ليهم أهداف مشتركة وهي رقي المجتمع، بدأت تتناول بعض المشكلات مثلا لمحدود الدخل أو معدومة الدخل، بدأت تهتم بمشكلات الطفولة، مشكلات المرأة، مشكلات البيئة. فكل دي مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، لقينا الكلام ده في المجتمع الحضري أكتر من المجتمع الريفي.
يبقى برضو علم الاجتماع بيتناول المشكلات دي وبيحاول يضع ليها بعض الحلول على أساس أن احنا علم الاجتماع الهدف منه هو ضبط المجتمع والمحافظة عليه رغم تغيره ورغم المشاكل اللي فيه، لكن بيحاول يرتقي بيه هذه المجتمعات من خلال فروعه المختلفة. كده يبقى احنا خدنا علم الاجتماع الريفي وعلم الاجتماع الحضري. عندي كمان علم الاجتماع التربية. علم اجتماع التربية اللي هو بيهتم بدراسة المؤسسات التربوية في المجتمع، بيهتم بعلاقة الطلاب بمدارسهم، علاقة الأسرة بالمدارس، وازاي النهاردة علم الاجتماع من ضمن أثاره أكد على أهمية الاتجاه إلى الدراسة الفنية. ما يبقاش كله دراسة عامة اللي هو ثانوي عام ثم الجامعة ثم لا، احنا عايزين كمان اتجاه أولياء الأمور إلى التعليم الفني. سوق العمل النهاردة بيتطلب فنيين أكتر من خريجي مثلا الثانوي العام. طب إزاي أنا أجذب أولياء الأمور إلى التعليم الفني وأطوره إزاي وكيفية الاستفادة منه سواء في الداخل أو في الخارج؟ طيب كمان اهتم علم الاجتماع التربية اهتم بمشاركة أولياء الأمور كأمناء لمجالس الآباء في المدارس. يبقى كده بنعمل من خلال علم الاجتماع التربية شراكة بين أولياء الأمور أو الأسر سواء آباء سواء أمهات للمشاركة في المدارس اللي فيها أولادهم وكيفية تطوير هذه المدارس وكيفية تحقيق التعاون المشترك بين الأسرة وبين المدرسة. وده طبعا كله هيعود بالنفع إلى رقي المجتمع ككل من خلال الطلاب في مدارسهم. طيب عندي كمان علم الاجتماع الأسري. علم الاجتماع الأسري ده يا شباب بيهتم بعلاقة اللي بيدرس علاقة الإنسان بأسرته، بيدرس الأسرة بدءا من الأسرة بيقول عليها كده علميا الأسرة النووية. إيه هي الأسرة النووية؟ هي الزوج والزوجة وأبنائهم، دي بنقول عليها أسرة نووية. ليه؟ لأن هي الأسرة دي هي نواة المجتمع فيما بعد. طيب إلى أن يصل إلى دراسة الأسرة الممتدة. أيوة، يعني إيه الأسرة الممتدة؟ نفس الزوج والزوجة وأبنائهم دي الأسرة النووية، وإحنا لسه قايلين هي النواة اللي هنعتمد فيما بعد عليها في المجتمع أو كجزء من المجتمع. هندرس بقى الأسرة الممتدة اللي هي فيها الزوج والزوجة وأبنائهم وأبناء أبنائهم كمان، اللي هي الأجيال بقى المتعاقبة والتنشئة الاجتماعية خلالها والعادات والتقاليد والقيم اللي ممكن نسري أولادنا من خلالها، وتربيتنا لأبنائنا غير تربيتنا لأبناء أبنائنا، وإزاي نغرس فيهم هذه القيم الحميدة والعادات الإيجابية والبعد عن العادات السيئة. فكل ده بندرسه من خلال علم الاجتماع الأسري أو علم الاجتماع العائلي. هنبدأ في الفرع الخامس وهو علم الاقتصاد، علم الاجتماع الاقتصادي اللي هو بيدرس أو بيهتم بالأنشطة المتصلة بالإنتاج. إزاي ننتج؟ إزاي نوزع هذا الإنتاج؟ إزاي نستهلك هذا الإنتاج؟ عشان كده إحنا ممكن النهاردة نرفع من مستوى المجتمع من خلال علم الاجتماع الاقتصادي لما يبين لي إن إحنا ممكن لما هنزود الإنتاج نبدأ نصنع هذا الإنتاج، نبدأ نصدر هذا الإنتاج، فهتتوفر لدينا عملة صعبة كتير. ده طبعا بعد ما بكفي البلد، يبقى بعد ما بكفي البلد ممكن أستورد، ممكن أصدر بدل ما إحنا بنستورد النهاردة كل حاجة من بره. لكن من خلال علم الاجتماع الاقتصادي هيساعدني على زيادة الانتاج وزيادة التوزيع وبناء عليه حتى السيطرة على الاستهلاك. النهاردة من ضمن المشكلات العولمة والتطور في المجتمع هو ان العولمة ساعدت على زيادة او ثقافة الاستهلاك. النهاردة احنا معظم الشعب المصري مستهلك اكتر منه منتج، لكن من خلال علم الاجتماع الاقتصادي ممكن يبدأ يسيطر على موضوع الاستهلاك بزيادة الوعي الاقتصادي لدى افراد المجتمع المصري. سادسا هناخد علم الاجتماع الطبي اللي بيهتم، بيقول لي كده بيهتم بالظروف والشروط
الاجتماعية للمرضى. النهاردة احنا من خلال توجه الحكومة الى علاج السمنة وعلاج الامراض المتوسط يعني المزمنة في المجتمع المصري زي السكر زي الضغط زي امراض فيروسية زي الحكومة مشكورة بدأت تتجه بشكل قومي الى حل هذه المشكلات، بتقدم لنا الرعاية الصحية المناسبة لهؤلاء المرضى، اكتشافهم مبكرا، فكل ده بيساعد على ارتقاء المجتمع صحيا. وطبعا بما انه ارتقى صحيا يبقى هيكون ارتقى ماديا لانه هيقدر يشتغل، الامراض هتقل، يبقى استيراد الادوية هيقل، يبقى عندي فلوس هتتوافر كعملة صعبة مش هنستورد بيها ادوية، يبقى ده بيساعدني من خلال علم الاجتماع الطبي اللي هو من خلال سياق التنمية القومية او الاتجاه القومي هنحل المشكلات الصحة وخاصة الامراض اللي يعني منتشرة كتير في المجتمع المصري. آخر حاجة علم الاجتماع الصناعي اللي بيهتم بيقول كده بدراسة البناء الاجتماعي للتنظيمات الاجتماعية. يعني البناء الاجتماعي يعني الشكل العام للتنظيمات للمؤسسات الصناعية، وإزاي المؤسسات الصناعية دي هتحللنا مشاكل كتير، وهي مشكلة البطالة في ان احنا لو اهتمينا بالمؤسسات الصناعية وكيفية ادارتها وكيفية الارتقاء بها ده هيساعد على العمالة، هيرتقي من ثقافتهم، هيرتقي من حياتنا بصفة عامة، وذلك من خلال توافر العمل، توافر الانتاج، توافر الدخل لافراد كتير، مما يؤدي الى قلة الصراع والانحراف والجريمة في المجتمع المصري، وخاصة التوتر الناتج او الحادث ما بين العمالة وبين اصحاب العمل. اذا لو احنا حطينا قوانين للعمل قدرت تسيطر وترشد هذه العلاقة يبقى انا كده هرتقي بالنواحي الصناعية، وده من خلال علم الاجتماع الصناعي اللي هيقضي على اشكال الصراع ما بين اصحاب العمل والعمال انفسهم. كده احنا خلصنا يا شباب الوحدة الاولى كلها، الموضوع الاول والتاني والتالت، واحنا دلوقتي تناولنا الموضوع الرابع، ان شاء الله هننتقل بعد قليل في بداية الوحدة التانية اللي احنا نتكلم عليها حاجة اسمها كده البناء الاجتماعي.